طيب تعالوا دلوقتي بقى نشوف مباراة واو بقى، جايب لكم فنين قويين جدا، تمام؟ الجوجيتسو والمصارعة الروماني، فن الجوجيتسو يا شباب والمصارعة الروماني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ المباراة بتاعتنا، اوكي؟ بس قبل ما ابدأ المباراة بتاعتنا عايزين دلوقتي نعرف نبذة بسيطة عن الفنين. بصوا يا جماعة، الجوجيتسو ده هو الاساس بتاعه ياباني، تمام؟ وطبعا في فرع منه برازيلي، في مدرب من اليابان برضو راح ودرب في البرازيل، والتقنيات البرازيلية مثلا بتعتمد على حركات الكسر والإخضاع أكتر من حركات اليابانية. ما علينا، الجوجيتسو بيعتمد على حركات الإخضاع والخنق وكسر اليد والفك بنسبة عالية جدا، وحركات الجوجيتسو فيها سقطات، إن أنا ممكن أوقع خصمي، بس بتحاول إنك توقع خصمك علشان تعمل له حركه، يعني طريقه الوقعه تحس ان هي ايه، مش وقعه زي الكونغ فو ساندا او المصارعه الروماني، لا انت بتوقعه عشان تعمل له، يعني تعمله تك داون علشان تاخده حركه اخضاع. المصارعه الروماني بقى كده، الجوجيتسو زي ما قلنا في حركه، في سقطات انك بتوقع خصمك، وفي حركات ايه، اخضاع بنسبه عاليه. المصارعه الروماني بقى اغلبها فيها حركات سقطات، ترمي خصمك، تمام؟ تحتضن خصمك، تشيله، تعمل له سوبلكس خلفي. المصارعة الرومانية طبعا معروفة من جولات، 3 جولات، ده في القانون بتاعها، تمام؟ تعالوا دلوقتي بقى نشوف المباراة القوية دي اللي كلها قتال أرضي بقى. القتال الأرضي مهم جدا يا شباب، بسم الله. في البداية بس كده، لاعب الجوجيتسو هو اللي موجود على الشمال من طريقة لبسه، ولاعب المصارعة الروماني هو اللي موجود على اليمين. طبعا لاعب الجوجيتسو ده نازل تحت لأنه وهنا لاعب الروماني بواقف، في الغالب لاعب الروماني ما بينزلش تحت جامد يعني، تمام؟ مش زي لاعب الجوجيتسو. طبعا بصوا بقى هتلاقوا الاختلاف، ده بيعمل رميات وده بيعمل رميات برضه، بس في اختلاف في الطرق. اوه هنا طبعا بصوا تركيز لاعب المصارع الروماني اقوى، تمام؟ طبعا لحد الان لاعب الجوجيتسو مضايقه شويه لانه كل شويه بينزل بجسمه لتحت، احنا الجوجيتسو برازيلي نازلين الاثنين تحت مع بعض اهوت. بصوا هنا لاعب المصارع الروماني تحس ان هو عاوز يقفش جسمه كله، يعني عاوز يعمل له حركه تخلي جسمه كله يترمي ويقع، بعكس طبعا لاعب الجوجيتسو اهو. طبعا لاعب اهو ده مسكه كده خلاص اهو، رماه، شايفين؟ مسكه من تحت طبعا ورماه على طول قلبه، يعني دي فيها نقط طبعا. اوه يا نهار ابيض، تيك داون تاني ليه؟ طبعا هنا المفروض لاعب الجوجيتسو طبعا المفروض يركز على جزء معين، يركز على الرجل ويركز على الحاجه يفضل ماسك فيها، تمام؟ هنا طبعا لحد الان التملك من لاعب المصارع الروماني والهدوء بتاعه والثبات الانفعالي بتاعه افضل من من الراوند الاولى دي او من الديال الاولى دي. هيبداوا طبعا هيدخلوا جوله ثانيه. هو المفروض الاعنف الجوجيتسو، المفروض الجوجيتسو المصارع الروماني برضو جميله، بس انا بنتكلم فالمفروض يعني، بس اللاعب برضو دوره كبير. هو طبعا احتكوا ببعض، تمام؟ لو نلاحظ ان هجوم لاعب الجوجيتسو بطيء، ولو نلاحظ ان المصارع الروماني اللاعب هادي جدا وتحس ان هو صياد، بيسموه كده ايه؟ فيشر تريك، عاوز يصطاد حركه. اوه اهو طبعا مسكه تحت خلاص تك داون، بوم، قلبه على طول. فحركه زي دي المفروض لاعب طبعا الهبده دي رخمه جدا لو في ارض كان مات، تمام؟ لانه بياخد كل الجسم. فحركه زي دي المفروض لاعب الجوجيتسو كان يقفل على دماغه، يعمل له حركه خنق مثلا او حاجه، لكن انه ساب جسمه بالشكل ده، لا ده يدل ان هو لاعب مش محترف قوي يعني بالاسلوب ده، هو لاعب يعني مش لاعب جوجيتسو محترف قوي، تمام؟ بس يا شباب دي كانت طبعا مباريات النهارده، تمام؟ بالنسبه طبعا للمباراه الاولى، بالنسبه قصدي يا ربي لأول فيديو بتاع بروسلي زي ما انت شفت طبعا بقطع نادرة، بعدين الماتش التاني كان لاعب الوينج تشون والتايكوندو، لاعب الوينج تشون للأسف ما عجبنيش خالص، تمام؟ ما عندوش أخلاق، ما عندوش احترام في اللي عمله في الآخر، ده المفروض يكون عنده تملك أكتر من كده، لكن برضو أحيانا بنعذر لأن اللاعب أحيانا بيوصل لمرحلة الغضب، ممكن بيقولوا كلام بالصيني مع بعض ما تفهمش بقى. لاعب المصارعة ولاعب الجوجيتسو، اللاعب الجوجيتسو حاسس ان هو مش قد كده، لكن اللاعب المصارع كان افضل منه، تمام؟ في الاول وفي الاخر اللاعب الرئيسي بيكون من
اللاعب مش من الاسلوب، الافضل ان احنا يعني من وجهة نظري ننوع ما بين الاسلوب ده والاسلوب ده والاسلوب ده، تمام، ناخد التقنيات المهمة من كل اسلوب ونتمرن كتير وربنا يوفقنا. وفي النهاية يا جماعة كنت عايز اقول لكم ايه، بحبكم في الله، ولا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله.